إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب، يشكو أبناء محافظة شبوة من تدهور الكثير من الخدمات في مختلف جوانب الحياة، خصوصا تلك المرتبطة بحياتهم اليومية. مشاكل باتت تؤرق حياة الناس هنا في عاصمة المحافظة، فضلا عن المديريات الأخرى التي تعيش وضعا أصعب. الخدمات، جميع الخدمات لا توجد في محافظة شبوة، لا كهرباء، لا ماء، لا مرتبات للموظفين، لا أي خدمة أبدا، وكأن هذه المحافظة منسية من الحكومة الشرعية. وهكذا بين فينة وأخرى تتوالى الأزمات على هذه المحافظة، فكلما أوشكت أزمة أن تنجلي جاءت أسوأ منها، كل ذلك يمثل تحديا صعبا للسلطات المحلية وأيضا الحكومة الشرعية التي يرى المواطن أن عليها مسؤولية معالجة الأوضاع التي أنتجتها الحرب وانعكست آثارها على حياة الناس في مختلف أنحاء البلاد. وفي شبوة الغنية بمواردها يأمل المواطن عودة عمل مؤسسات الدولة. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.